أوجه رسالة وأكررها، أن رسالة للصوت الآخر اللي كان قد يكون كان يراهن على قبول الطعون ومن ثم إبطال المجلس والانتخابات. نقول احنا المجال مفتوح لهم في العمل لخدمة الكويت، والديمقراطية مو مقتصرة فقط على مجلس الأمة، المجال مفتوح للمجتمع المدني، وان شاء الله احنا كلنا يعني نكون سواء كنا في المجلس او خارج المجلس، يجب ان نكون كلنا هدفنا الكويت.